حد موعدكم مع ايت سمارت، وصلت معي رندا فهد، واليوم بدها تحكي لنا عن فوائد بعض المأكولات اللبنانيه، ولكن مثل العاده خبريتها لرندا، واكيد سؤال جديد واسم الرابح او رابحه اليوم ثلاثه. صباح الخير رندا. يا هلا، كيفك ستيفاني؟ نحن اليوم لكان حلقتنا حافلة. أول شيء بذكر أنه كان عندنا سؤال بيري لايت، اللي هو أي أكثر في ساتشوريتد فاتس، أما دهنيات مشبعة، هل هو زيت الزيتون أو الكانولا؟ وطبعا زيت الزيتون في دهنيات مشبعة أكثر. وهون كمان هيدي شغلة حبيت أعلم المشاهدين فيها، أنه حتى الزيوت اللي هي بنعرف أنه دهنياتها غير مشبعة إلا ما يكون فيها شوية دهنيات مشبعة، فنحن دهنيات مشبعة بناخذهم شوي من هون شوي من هون. وطبعا عندنا هون رابحة اسمها جوسيدا سفير. جوسيدا فيها تتصل على مطابخ بيري لايت لتكون عم تاخذ جايزتها بخلال هالأسبوعين. وطبعا رح نبلش نحن بمسابقة جديدة، والمسابقة الجديدة هي على أي في بروتينات أكثر. عم نحكي عن الصويا هون، هل هو حليب الصويا أما هو لبن الصويا؟ في لبن الصويا مزبوط. فأي في هون بروتينات أكثر؟ فإذا عم تجاوبوا طبعا على الفيسبوك بيجز الام تي في الايف، أما دي سي دي سي رندا دنيا فهد، أو بيري لايت هيلث سنتر. من اليوم لثلاث جي، وثلاث جي مثل العادة بنعلن اسم رابح، أما رابحة جديدة ومسابقة جديدة. خبريتك هلا بخبريتي ستيفاني، نحن امبارح كنا بلشنا نحكي بسياق رحلتي على الولايات المتحدة، كيف كنت عم بحضر هالمحاضرات مع الكورسات اللي أخذتهم. حكينا عن كذا توبيك بدنا نتناوله، اليوم حبيت كمل أنه نحن كمان بهالفترة رح نتناول موضوع اللي هو موضوع الكحول، وهل هو مزبوط أنه كيس واحد ضروري للنساء أو كيسين للرجال، أما فينا نكون عم نستغني عن الكحول كلياً؟ فهون الأشخاص اللي سؤال كبير مزبوط، واللي هن عاملين هالأبحاث هن اللي كانوا عم يحكوا بهذا الموضوع. الموضوع الثاني بدي أحكي عنه كمان هو موضوع شيء اسمه الأورثوركسيا، اللي هو الأشخاص اللي بيتناولوا أكل كتير صحي، كتير كتير صحي، ولكن هالشي بيصير لمرحلة كتير متطورة بشكل منه صحي، مهووسين مزبوط. وهون الطبيب اللي هو عطى هالمحاضرة هو اللي اخترع كلمة الأورثوركسيا، وكان عم يخبرنا هو وقت اخترعها شو هي الفكرة اللي كانت براسه، شو هو الأشياء اللي شافها، وشو الأشياء اللي عم يشوفها هلأ من أشخاص هن صحيح بيقولوا عم ياكلوا صحي، ولكن رح شوف بعدين وقت نحكي عن الموضوع قديش صحي هو هالموضوع. تناولنا موضوع كتير مهم على النيوتري جينومكس، يعني علاقة الجينات اللي هي نحن مكونة فينا والرياضيين. هل إذا بقوله للرياضي أنت لازم تاخد كافيين بوقت معين، او انت لازم تاخذ بيتروت او شمندر بوقت معين، هالشيء رح يساعدك حتى يكون عندك طاقه اكثر، حتى يكون في اكسجين اكثر بجسمك بطريقه عم تنعطى احسن، هل هيدا الشيء هو مزبوط لكل الرياضيين، او انه في جينات بتلعب دور؟ ففي منهم جيناتهم بتقدر تسمح لهالمأكولات المعينه انه تساعدهم يربحوا بالمباريات، وفي عندنا اشخاص جيناتهم ما بتسمح لهم مهما ما هن حاولوا، أكيد بيوصلوا ولكن ما هو بيكون الرابح أما الأول. حكينا كتير رح نتناول المواضيع بالمستقبل عن البروتينات وحاجة الكبار بالعمر، كيف هن عم يخسروا العضل عندهم وحاجتهم للبروتينات. في عنا أحاديث رح تتناول كمان الأولاد بطريقة معينة، وطبعا ما بدنا ننسى أنه حديثنا كتير كتير رح يكون حول المصران وعلاقة المصران بالدماغ، بالتركيز، بالمود إلى آخره، والأكلات الضرورية كمان. فحبيت هيك أرجع كمل على الأضواء. هيدول ستيفاني أنا رح أتناولهم بخلال هالشهرين. هل كان في مواضيع أكثر؟ كان في كتير كتير مواضيع أكثر، برجع نحكي عنهم بشهرين اللحين.
هلا اليوم حبيت اختار موضوع هو من اول المواضيع اللي نحكى عنها من احد المواضيع، بس هو موضوع بخصنا اللبنانيه، وهذا الموضوع اللي انا كان عندي انترفنشن فيه، اللي طلعت وخبرت كان عم يتخبر على البقوليات واهميتها. اليوم كمان رح خبر عن اهميتها، ولكن نحن بسياق كل هالمؤتمر كان الفكرة أنه مش بس بدنا نناظر، الفكرة أنه بدنا نفرجي 100% ونساعد العالم يطبقوا، وهذا الشيء اللي نحن أوريدي عم نعمله، وهذا وجودنا نهار الثلاثة. فبالوقت نحكى عن أهمية البقوليات، نحكى عن فاصوليا مثلا كيف نطبخهم، لنقول انه الصبح في عندنا الترويقه الانجليزيه اللي هي فيها بيض وفيها بيكن واتسترا وفاصوليا، فهون كيف في واحد في بيض ويحط الفاصوليا حدها بدل ما هو يكون عم يستعمل الخبز مثلا اما شيء ثاني. نحكى كيف بقلب السلط بيقدر ينحط واحد يحط عدس اما يحط البلاك بين، الفاصوليا السوداء، الفاصوليا الحمراء، البيضة حيلا. نحكى عن مأكولات معينة بنقدر نكون عم نطحن أو نعملهم اللي هن فلور أما طحين الفاصوليا وغيرها، ونكون عم نستعملها بالجاتويات، وطبعا أنا كمان بمطبخنا بنستعمل هالشي. ولكن بعدين اللي هن ما بيعرفوه هن المجك كيف نعمل مجدرة وكيف نعمل مدردرة وكيف نعمل بليلة وكيف عنا الفلافل إلى آخره. اليوم قبل ما أحكي عن فوائد هالبقوليات لأرجع أذكر العالم، شجعهم وحمسهم على شيء رخيص، على شيء موجود عنا، على شيء كتير صحي لازم نكون عم نتناوله. حبيت هيك فرجي أنه نحنا فينا نعمل الحمص، فتة الحمص بطريقة كتير كتير صحية، وفينا نعمل فلافل بطريقه كثير صحيه، وراح احضرهم وبعدين راح احكي عن فوائدهم. فوقت احكي انا على الفته، فته الحمص دائما انا بتعرفيني بحب احط شويه خضره بقلب ماكولاتنا، فراح احط من تحت راح احط عندنا الباذنجان المشوي، بيد اوف باذنجان مشوي كم حبه. بعدين رح ارجع احط هيدا كوب واحد من الحمص، فحط رح احط فوقه كوب من الحمص اللي هو كثير مهم حتى ما نعمل نفخه، انه نكون عم نسويه بطريقه كثير كثير قويه. هيدا لشخص واحد رندا؟ هلا هيدا لشخص واحد، غدا كامل. اوكي. وفيكم قلنا ما يكون غدا كامل، فينا نستعمل نص الحصه. هون اذا بنلاحظ عندنا نص كوب لبن، رح ينحط لبن بدون دسم، عم ينحط فوقهم. شوفي شوي اقل سماكة من اللبن العادي. اوكي رح احط كمان هون الخبز المحمص فوقهم. اوكي ورح احط فوقهم الصنوبر اللي هو محمص وما في ابدا ولا نقطه من الزيوت، طبعا ما ضروري نقليه، ولكن الصنوبر صار كثير مهمه. وهيدي الفته ما بتكمل بلا ما نحط لها الكمون والبهارات، حتى نكون خصوصا للي عنده نفخه حتى نكون عم نستعملها وتساعدنا ضد النفخه، غير انه عم تعطي اكل كثير. طيب هلا هيدي صارت عندنا الفته، رح نشيل الاغراض هون. من ميله ثانيه اللي بدنا نقوله انه هيدي الفته وقت عم بحكي على حصه، هلا هون هي حصتين، وقت احكي حصه وحده فيها 217 وحده حراريه، فيها البروتينات كثير عالي 11 جرام ونص من البروتينات، هيدا اللي نحن بدنا نحكيه، وفيها الالياف اللي كثير عاليه اللي هي 7.64 جرام من الالياف. هلا حبيت هون فرجي كمان بالوقت اللي عندنا الفلافل، بهيدا الفلافل اللي هو نحن بنعرف بما انه ما عندنا كثير وقت لنفوت بتفاصيله، هو مجموعة كبيرة من البقوليات اللي احنا بنستعملها، وفينا ناكله بطريقة كتير كتير صحية. بنجمعها هي زيتها، بحط لها شوية بيكنج باودر حتى تكون عم ترفخ، وبنحطها بنقطة زيت بالفرن، ما بدنا نكون عم نقليها. فنحن وقت نعمل هيك كل وحدة من الفلافل بتصير 28 وحدة حرارية بس، ما كتير. يعني نحن فينا ناكل هالصحن أو فينا نكون عم نحطها بقبعة صغيرة بيكون وحداتها الحرارية كتير قليلة. بهالوقت نحن عندنا الياف 1.37 جرام للالياف، وبيكون عندنا 1.5 جرام من البروتينات بكل وحده، يعني نحن اذا اكلنا ثلاثه مثلا بيكون اكلنا 4 جرامات من البروتينات، وهي شغله كثير كثير منيحه. بس مشويه بالفرن مشويه 100% ومنها مقليه، اذا مقليه بيرتفعوا الكالوريز. ومش بس كالوريز ستيفاني، المقليه اللي بدنا نحكي عن الزيت المقلي اللي هو منه ابدا ابدا صحي. هلا اذا عم نحكي
صحيا رح نعرف ليش. انا ما بعرف بعد عندنا نهار هالاسبوع لازم بكرة. لازم كمل مزبوط على اهميه البقوليات، فبكره هو تكميل نهاري لهالبقوليات وقديش لازم ناكل منهم بنهارنا او قديش لازم ناكل منهم باسبوعنا. ثانك يو رندا، سي يو تومورو. مشاهدينا وقفه منتابعه لايف.